واصلت عشرات العائلات نزوحها من أماكن سيطرة الجماعات المسلحة في ريف العاصمة دمشق. الجيش السوري أمن خروجاً آمناً ل107 أشخاص من بلدتي الشيفونية وحوش الفارة شرق دوما، لينضم هؤلاء إلى 5000 مواطن كانوا قد خرجوا نهاية الأسبوع الماضي، و800 مسلح كانوا قد سلموا أنفسهم من مناطق متفرقة في غوطة دمشق. تزايد عدد الخارجين من الغوطة الشرقية وبينهم المسلحون الذين قاموا بتسليم أنفسهم جعل زهران علوش يفقد توازنه مهدداً بقصف أحياء المدنيين في دمشق. عبر صفحته على موقع تويتر طالب قائد ما يسمى جيش الإسلام المدنيين في دمشق بالتزام بيوتهم لأن العاصمة ستصبح هدفاً لصواريخه على حد قوله. الشارع السوري في أكثر المناطق التي جرى استهدافها سابقاً بدأ مستخفاً بهذه التصريحات. تم استهدافنا مرتين ونحن قاعدين، يعني ما حنترك بيتنا ولا نترك حينا. نحن على حق وهن على باطل، لا هن ولا الدول اللي ما تساعدهن، لا إن كان أمريكا ولا إن كان فرنسا ولا إن كان تركيا، ما أنا خايف نهائياً. والله ما أنا خايف من الإرهابيين بإذن الله تعالى، فشروا يسرعوا على البلد بإذن الله تعالى. أنا ما بخاف، ما بضل عم نروح مشان الفحص مشان أنجح. يعني ما بتخاف من القضاء؟ لا. الناس عادي جدا، المحلات فاتحة والناس بالشوارع وأمر عادي جدا، تعودنا عليه. أنا بعتبره مقاومة، هذا عمل مقاوم بكل ما تعنيه الكلمة. خسائر المجموعات المسلحة في العتاد والأرواح وفرار المدنيين من مناطق تحت سيطرتها ورغبة الأهالي بتحقيق مصالحة في عربين التي تعتبر واحدة من نقاط الوصل بين دوما وبقية المناطق، كلها أمور جعلت علوش يلوح بالتهديد في محاولة للضغط على الجيش السوري لإيقاف عملياته. إن نفذ علوش تهديداته أم لم ينفذها، الواقع الميداني الجديد يوضح أنه ومسلحوه فقدوا آخر المتعاطفين معهم، ودوما التي يتخذ منها علوش معقلا له في أقصى الشمال الشرقي من الغوطة أصبحت في حكم الساقطة عسكريا، فقد باتت محاصرة بشكل كامل من جهات ثلاث والجيش على بعد مئات الأمتار منها. دارين فضل، العالم، دمشق. معنا حسام زيدان مراسلنا في دمشق يحدثنا عن الكمية. مواطن كانوا قد خرجوا نهاية الأسبوع الماضي، و800 مسلح كانوا قد سلموا أنفسهم من مناطق متفرقة في غوطة دمشق. تزايد عدد الخارجين من الغوطة الشرقية وبينهم المسلحون الذين قاموا بتسليم أنفسهم جعل زهران علوش يفقد توازنه مهددا بقصف أحياء المدنيين في دمشق. عبر صفحته على موقع تويتر طالب قائد ما يسمى جيش الإسلام المدنيين في دمشق بالتزام بيوتهم لأن العاصمة ستصبح هدفاً لصواريخه على حد قوله. الشارع السوري في أكثر المناطق التي جرى استهدافها سابقاً بدأ مستخفاً بهذه التصريحات. تم استهدافنا مرتين ونحن قاعدين، يعني ما حنترك بيتنا ولا نترك حينا. نحن على حق وهن على باطل، لا هن ولا الدول اللي ما تساعدهن، لا إن كان أمريكا ولا إن كان فرنسا ولا إن كان تركيا، ما أنا خايف نهائياً. والله ما أنا خايف من الإرهابيين بإذن الله تعالى، فشروا يسرعوا على البلد بإذن الله تعالى. أنا ما بخاف، ما بضل عم نروح مشان الفحص مشان أنجح. يعني ما بتخاف من القضاء؟ لا. الناس عادي جدا، المحلات فاتحة والناس بالشوارع وأمر عادي جدا، تعودنا عليه. أنا بعتبره مقاومة، هذا عمل مقاوم بكل ما تعنيه الكلمة. خسائر المجموعات المسلحة في العتاد والأرواح وفرار المدنيين